إذن مشاهدينا الكرام، التواصل مستمر مع هذه الانطلاقات. نتواصل مشاهدينا الكرام ونشكر أيضا الداعم الرئيسي لهذه الانطلاقات السيد سعيد بن سهيل بن دلوي، فشكرا يا أبو راشد على دعمك المتواصل لهذه الرياضة. إذا مشاهدينا الكرام نتابع أول المراكز، وأرى الشاهنية عبد الله بن عبيد بن سعيد بن حميدان من يفرض وجوده في هذا الميدان، بينما المركز الثاني أتابع البويضة راشد بن سعيد بن غدير بن محمد الاشتبي من يقدم البويضة على ثاني المراكز، والمركز الثالث أرى أيضا اللي تدخل الآن تتدخل هوجا عبيد بن سعيد بن علي بن صرود من يقدم هوجا، والمركز الرابع الانطلاق مع شاهنية نابت بن سلطان بن رشيد، ولكن أرى الشعار يتسلل هنا مشاهدين الكرام نايف أحمد بن سيف بن حمدان الفلاسي، هذه الأسماء الأولى المتقدمة، وأشوف الأسماء الواصلة شعارات قوية والشعارات قادمة بكل قوة. يا سلام، شوفوا القادمة الحليانة ولا الشوط محلاي بحلاي ايضا بوجود حيلانا على المركز الثاني محمد بن سالم بن محمد بن ضبيعه، يلا يا بن ضبيعه، وايضا بن مرخان قادم مع مياسه. يا سلام علي بن راشد بن مرخان، يلا يا ابو احمد، يلا يا ابو احمد، يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الثلاثيه الجميله، هذه الثلاثيه المميزه بقياده المركز الاول، بقياده الحليانه محمد بن سالم بن محمد بن ضبيعه من ينطلق مع المركز الاول هذا الشوط. يا سلام يا سلام، هذا الشعر ايضا اللي حقق نقطه في هذا المساء يبحث عن الهاتريك، يبحث عن الهاتريك ال 200 متر الاخيره. ايضا هنا البويضه راشد بن سعيد بن غدير واصل، بن مرخان مع المركز الثاني مع المركز الثالث محمد بن راشد بن مرخان، ولكن السلام يذهب مع بضبيعه. تهانينا وناموس على فوز الحليانه بالمركز الاول للمره الثانيه، تهانينا لمحمد بن سالم بن محمد بضبيعه، المركز الثاني بن غدير، والمركز الثالث محمد بن راشد بن مرخان. هذه المراكز الأولى المتقدمة متابعين الكرام، تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن محمد بضبيعة على فوز الحليانة بالمركز الأول، تهانينا والناموس.